بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن ان يعني الاستعدادات هذه على قدم وساق. يمكن نقولوا وصلنا فيها لواحد 65 حتى 70%، وما زلنا بصدد يعني استقطاب بعض اللاعبين اللي يمكن يعزوا التركيبه البشريه ديال نادي القنيطري. حنا ان شاء الله كنعملوا على خلق واحد الفريق تنافسي، فريق اللي يكون يعني كي عنده واحد الهويه، والهويه اللي كتعتمد على نورمالمون حنا بغينا نردوا الهويه لنادي القنيطري، لان نادي القنيطري فريق مرجعي، فريق عريق، فريق كبير بجميع المكونات ديالو. كنحاولوا اننا نطبعوه بواحد لو ستيل دو جو اللي يكون فيه متعه وكذلك اقناع. كنظن احنا اللي شاف المقابله ديال اليوم يمكن يوقف على بزاف ديال النقاط اللي بدينا كنكتسبوها. كنظن ان الفريق غادي في واحد المنحة التصاعدي، رغم ان كاين شويه لا شارج عند اللاعبين، وهذا هو اللي كيخلينا اننا كنلعبوا. يعني المهم هو اننا نشوفوا فين واصلين، لا من الناحيه البدنيه ولا من الناحيه يعني تكنيكو تاكتيك، التقنيه التكتيكيه، وحتى لين اللاعبين استوعبوا يعني لا مانيير ولو كونسيبت دو جو اللي غنبداو يعني ننزلوا على ارض الواقع، واللي غيعطينا بطبيعه الحال قوه وغيخلينا نتحكموا في الخصوم ونخلقوا فرص باش نسجلوا. على ذكر الفرص، في الثلاث مقابلات اللي لعبنا كنخلقوا فرص ولكن ما كايناش لا ريوسيت. هذا سبا غراف، سا فينير افيك لو طون ان شاء الله. وكنبغي نقول ان نادي القنيطري يعني كما قلنا كبير بجميع المكونات ديالو، خص الجميع يلتف حول الفريق والكل يعني يشتغل من الدائره ديال الاختصاص ديالو، وان شاء الله غادي نبصموا على واحد الموسم اللي غيكون استثنائي، وان شاء الله ننافسوا على احد البطاقات ديال الصعود، ونخلقوا واحد الفريق اللي يكون كيمتع وكيفرح ان شاء الله. السي حسن، غير واحد القضيه، النادي القنيطري دائما عنده جمهور، وجمهور كبير دائما كيساندوه، ولكن حاليا كنشوفوا ان السلطه والمجلس البلدي غيمنع الجمهور في حضور بمسانده الفريق ديالو في الملعب ديالو. نو حسب الاخبار اللي عندي انا، هو الاخوان كيبذلوا مجهود كبير على اساس ان يكون الحضور ديال الجماهير، وكنبغي انا الجماهير ديال نادي القنيطري جماهير ذواقه، وكنظن كتشجع الفريق ديالها يعني باساليب حضاريه، وما نتمناو ان السلطات والجميع كما قلنا يتكاتف من اجل الرجوع ديال الفريق للمستوى ديالو المعهود به. وان شاء الله السلطات يسمحوا للجماهير يعني بالحضور الدعم ديال الفريق، لانه كما كتعرفوا الدعم ديال الجماهير غيعطينا واحد الحافز معنوي كبير، ويخلي اللاعبين انهم دائما يكونوا مركزين ويؤديوا كل ما في الجعبه ديالهم باش يمكن يرضيوا نفوسهم، يرضيوا العائلات ديالهم، يرضيوا المسؤولين والجماهير ديالهم ان شاء الله.